وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، ترأس سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث مساء أمس، ترأس اجتماعا طارئا للجنة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك للوقوف على استعدادات الجهات المعنية لمواجهة أي أحداث طارئة والتعامل الفعال مع تداعيات الأمطار الغزيرة، مؤكدا أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي متغيرات وتوفير الخدمات المطلوبة. وأضاف أن المركز الوطني لمواجهة الكوارث يعمل على متابعة المستجدات وتنسيق الجهود والوقوف على استعدادات الجهات المعنية. طبعا نحن في وزارة التربية والتعليم ومن خلال اللجنة المختصة بالطوارئ والكوارث أيضا داخل الوزارة، أطلعنا اللجنة الوطنية على استعدادات وزارة التربية والتعليم للتعامل مع أي حالة طوارئ تحدث، سواء كان في محيط مدارس وزارة التربية والتعليم أو داخل هذه المدارس. الخطة معنية بالتعامل مع الأمطار على حسب حساسية المواقع. طبعا المواقع المهمة يتم التعامل معها بسرعة، الشوارع الرئيسية يتم التعامل معها عن طريق شؤون الأشغال، وإحنا المناطق الداخلية تم الاتفاق مع عدة مقاولين مزودين لتوفير الصهاريج وأيضا مضخات المياه لمعالجة أي ظرف ممكن يطرأ من هطول الأمطار. من مهامنا الرئيسية هو تأمين جميع الشوارع الرئيسية لمرتادي الطريق على أساس أنه يكون الطريق آمن، وطبعا المهم في ذلك الشيء هو أن تكون شوارع سالكة سواء كانت للمستشفيات، للمطارات، للمناطق المهمة والحساسة في البلد، محطات الكهرباء، محطات الماء. بالنسبة لوزارة الصحة عندنا خطط موجودة للكوارث وعندنا لجنة خاصة بالنسبة حق وزارة الصحة. هذه الوزارة تعنى بتوفير عامة الخدمات الصحية واستمراريتها في وقت الحوادث، وكذلك إذا كان في هناك إخلاء يحتاج عامة بعض المستشفيات الحكومية أن نخليها من بعض الحوادث اللي هي غير يعني طوارئ أو غير ضروري للعلاج، وتوفير قدر أكبر من الأسرة. وعندنا اتفاق الحمد لله بين المستشفيات العامة والخاصة كذلك، وحتى سواء داخل البحرين أو حتى المناطق القريبة من البحرين إذا احتجنا لها.